اليوم من بيروت معي ضيفين، وهو الناشط محمد أزيادي ناشط سوري، ومروان شباسي وهو ناشط لبناني. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. مروان، أول شيء شو اللي دفعك لتشتغل بملف اللاجئين السوريين تحديدا، مع أنه نحن بلبنان عنا كتير قضايا ممكن نشتغل فيها، فشو اللي شجعك ودفعك أكثر لتشتغل بهذه القضية بالذات؟ يعني بالبداية السبب الرئيسي أكيد سبب إنساني. نعم. وأكيد يعني في علاقة مباشرة للمنطقة اللي أنا عايش فيها وبسكن فيها، وكانت من أوائل المناطق اللي لجأوا إلى العائلات السورية. نحن هون عن أي منطقة عم نحكي تحديدا؟ سعد نيل بالبقاع الأوسط. يعني تقريبا أول شيء بوادي خالد كان اللجوء، تدفق اللجوء، رجع دغري مباشرة بعد على البقاع الأوسط، خاصة سعد نيل، من درعا ومن دمشق، من ريف دمشق. فالسبب الرئيسي أكيد إنساني يعني أيضا. شو التحديات اللي واجهتها اكثر شيء بهيدا القضيه انت وزملائك؟ يعني نحن بلشنا اول فتره كانوا حوالي، هلا حاليا في 33,000 نسمه. في 33,000 شخص سوري بسعد نيل، كان وقتها بعدهم حوالي 200 عائله. فالعالم مش كتير واعي قد ايه عنده النقص، وقد ايه اكيد ناس مدمره، قد ايه خطر هيدا اللجوء يعني على قد ايه هن عندهم. يعني اذا بدك تعبنا شوي مع اصحاب البيوت المؤجرين. هاي التحديات اللي حسيناها. يعني انت تقدروا تامنوا مساكن للعائلات اللي لنقدر نامن مساكن بايجارات مقبوله. بعد موضوع الايجارات، شو القصص الصعبه اللي واجهتوها؟ التدفئه والدواء في وقتها، كان لانه شتاء وكان في ثلج بفترتها منطقتنا. فهي هي الأساس. محمد، كيف قدرت تحول واقع اللجوء لطاقة إيجابية وصرت أنت ناشط بالمجال المدني وتقدر تساعد اللاجئين السوريين؟ تمام. هلا أنا أول ما وصلت لهون على لبنان اشتغلت مع منظمة إنقاذ الطفل. بقسم الصحة، فصرنا نفوت على المخيمات نعطي محاضرات صحية للعالم. فنشوف أوضاع العالم، إنه وين الشباب تبعكم، وين رجالكم. اللي عنده خبرة، اللي عنده شهادة جامعية، عم يشتغل بمهنة بمصلحة عامة. ما في توجيه مزبوط للقدرات للخبرات. هلا أنت سبق واشتغلت، يعني كان عندك خبرة بالمجال المدني والنشاط ولا بس جيت على؟ لا، كان في خبرة شوي هون. يعني على الممارسة زادت أكيد. فانه شفت انه ما في الخبرات ما متوجه مزبوط. فمن هذا الباب انا بلشت انه احاول اتواصل مع عالم، ومنظمه وورد فيوجن كمان عملت مركز ثقافي لتعمل تمازج ثقافي بين الحضاره اللبنانيه والحضاره السوريه، او الثقافه اللبنانيه والثقافه السوريه. فمن هذا الباب انا بلشت اتواصل مع ناشطين البقايا السوريين واللبنانيين لنشكل انه كمركز جديد خاص فينا. نعمل انه نوجه الخبرات شوي. شو اللي سهل لك عملك يعني اليوم، لانه انت سوري بتقدر تفهم اكثر عقليه وطبيعه ابناء بلدك، هي اللي سهلت عملك معهم، ولا بس لانه انت عندك هيدا الخبره بهيدا المجال وانت أكيد حابب تعرف؟ اكيد هذا سبب. هلا اكيد اول ما يبلش الواحد ما حيكون عنده هالخبره، وتصير ممارسه. يعني صرنا نطلع سوا مثلا نشوف مشاكل الشباب نعالجها، نطلع نحن وياهم من هي المشاكل. يعني مثلا تكون مشكله عندي وعنده، اطلع انا وياه. تمام. واللي سهل اكثر كان في مجموعه من الناشطين كمان سوريين عم تشتغل على نفس هذا المجال وعم يساعدوهم الناشطين اللبنانيين. مروان، شو الهدف الاساسي من عملك؟ يعني اليوم انت بتشتغل لحالك ولا بتشتغل ضمن فريق عمل؟ نحن مجموعه من الشباب. خبرنا اكثر عنه. نحن بالاساس تجمع ثقافي خيري. من تابع كل هاي النشاطات. يعني يعني معنيين انتم بالقضايا العامه اذا صح التعبير؟ اكيد. اوكي. أكيد. صار عنا هيدا التدفق. صارت حاله اللجوء الكبيره. فعليا النشاط الكبير بلش هون. عملنا كذا نشاط متعلق بهذا الموضوع. اكيد الهدف مساعده الناس، هيدا الناس اللي بحاجه. يعني هيدا هو الهدف الرئيسي والاساسي. في طاقه زايده عندنا كلنا يعني، وبلادنا بحاجه كثير لحتى. طيب كيف تعرفتوا على بعض محمد ومروان؟ يعني كيف اشتغلتوا مع بعض؟ كيف قررتوا انه تعملوا هذا الدمج من ناشطين سوريين ولبنانيين؟ يعني انت عم تقول عندك تجمع خاص فيك، ومحمد كمان بعرف انه هو بتجمع اغلبيته نشطاء سوريين. كيف اجتمعتوا مع بعض وكيف يعني طورتوا هذا العمل؟ هلا مثل ما حكينا قبل شوي انه البدايه كانت اكيد هن الشباب السوريين والصبايا
اكيد بدهم يقاطعوا مع حدا لبناني يعني لاسباب متعدده، ما بيعرفوا المنطقه مزبوط، ما بيعرفوا وين في تجمعات كبيره للاجئين، ما فبالاساس صار ايضا التعارف بيننا لانه اجوا على المنطقه لعنا وكنا نحن عم نشتغل، يعني عرفوا انه نحن عم نشتغل، شاركنا باكثر من نشاط، تعرفنا على بعض مزبوط، صرنا دائما نتعاون باي اي عمل جديد، دائما يصير تواصل. محمد كيف قررتوا تلجأوا يعني لمروان او للنشطاء اللبنانيين؟ طبعا مثل ما ذكر مروان انه اي تحرك بالنسبه للناشطين السوريين بده يكون مغطى من قبل انه اقل شيء البلديه بالبلده اللي ساكنين فيها، فالتواصل مع البلديه كان عن طريقهم، نتواصل معهم هنا يحكوا لنا مع البلدية حتى يغطوا لنا، نحسن نغطي النشاط. مع الايام انه تطور هذا الحكي شوي، صاروا انه نشتغل سوا تمام بالنشاطات، ينزلوا يساعدونا نعمل نشاطات سوا. شو الاكبر نشاطات اللي اخذت عن جد نجاح واشتركتوا فيها مع بعض؟ هلا النشاطات الاكبر هي كانت قاموا بحملات افطار برمضان للعائلات السوريه، كان نشاط ناجح جدا. نحن هون عم نحكي عن شغل قد ايه مدته تقريبا؟ يعني قد ايه صار لكم عم تتعاونوا مع بعض؟ هلا صار لنا بصراحه محمد من فتره طويله، بس في بال من الشباب من بدايه الثوره يعني ام نو؟ لا هي من بدايه الثوره نحن بنتعاون، بس في شباب مع محمد قبل ما نتعرف على محمد كنا عم نتعاون سوا، يعني تقريبا من بعد 7-8 شهور من بدايه الثوره بلش التعاون الفعلي. كان اول شيء مثل ما حكي بهيدا النشاط الكبير، نشاط كبير وقت عملناه، عملنا افطار اكيد 30 يوم، كان وقتها بعده عدد النازحين بسعد نايل وتعلبية حوالي 3,000 أو 4,000 يوميا، كنا نعشي 600 شخص. هذا تعاوننا منيح نحن والشباب فيه. كمان وقت صار المهرجان تبع عيد الفطر الماضي كمان اجوا ساعدونا، ركبوا الخيام معنا، اجى تقريبا يعني هلا اذا بدنا نقول المشاركه والمساعدات بيناتكم عم بتصير بالقصص الميدانيه اكثر ولا بقصص التخطيط للاحتفال او للنشاط؟ في بين الاثنين يعني، بس الاكثر هو ميدان انه بالنسبه للتخطيط. مثلا في نشاط انه حساس شوي ممكن انه نخطط سوا، اما بالنشاط الميداني مثلا مثل هلا وقت صارت قصه ايمن صوان من فتره وقت اختطفوه بريتال، فنحن نزلنا يعني شفنا انه شو عم يعملوا حتى نحسن نساعدهم. صار عصام سلمي نزلوا الشباب ساعدونا وساهموا معنا منيح فيه. طيب تركيزكم هلا يعني اكثر شيء على شو عم بيكون بمخص اللاجئين؟ يعني شو المشاكل اللي عم تحاولوا هالقد تضوا عليها اكثر من غيرها؟ هلا فين عاملين نحن مركز شباب من اجل المستقبل؟ هو مركز تمكين اجتماعي بالدرجه الاولى، فعم نحاول انه نخفف المشكلات الاجتماعيه بالمجتمع اللي عم تصير، مثلا مثل ضغط نفسي، مثل توجيه قدرات وخبرات، فحتى يعني فاتحين باب انه لاستقبال الاخوه اللبنانيين عنا بالمركز، مو بس اللاجئين السوريين طبعا، فهذا الشيء كمان بيعمل انه مثل ما حكينا انه تمازج للثقافات، بخفف الاحتقان. فهي النشاطات يعني هدف اشراككم للطرف اللبناني اذا فينا نقول هو هيدا الدمج الثقافي. طب قد ايه لقيتوا صعوبات يعني انكم تستقطبوا ناشطين لبنانيين عفوا يشتغلوا معكم؟ هلا الصعوبات هي عم تكون اكثر انه بسبب التفرغ، ما في التفرغ الكبير بالطرفين يعني. تمام، هن عندهم اشغال نحن عندنا اشغالنا، بس بالنسبه للنشاطات الميدانيه اكيد عم يكون في تفرغ، عم يفرغوا حالهم انه ننزل نشتغل سوا. مروان شو الخطوات المقبله اللي عم تعملوها كتجمع شباب سعد نايل بالنسبه لموضوع اللاجئين السوريين؟ طبعا هلا بصراحه يعني في ما بعرف يعني في اكيد متابعين كل الناس وعارفين في بشكل عام احتقان كبير صار بالشارع خاصه بعد احداث ارسال. نحن هلا هدفنا بالتعاون مع الشباب نخفف قد ما فينا من هالاحتقان، ويصير حملات توعيه ان كان للبنانيين او للسوريين حتى ما نروح على، لانه خلص صار في صرنا قاعدين منطقه واحده كلنا سوا، بدنا نكون قد ما فينا متفاهمين ومتحملين بعض، وما يصير ردود افعال على قضايا ما حدا خصه فيها يدفع ثمنها انسان بريء. هيدا اهم اهدافنا حاليا. محمد قد ايه عم تواجهوا صعوبات بهيدا الموضوع، بهيدي النقطه اللي طرحها انه بعد الاحداث الاخيره فعلا صار شيء يعني
توتر كثير كبير. تمام. هلا بالنسبة يعني هذا التوتر كله عم يصب على اللاجئين، كان خفهم ولا ما خفهم، فقد ايه انتم عم تواجهوا صعوبات انه اليوم بهذا المجتمع بقول لك انه ما انت جاي لاجئ فرضا، يعني عفوا على التعبير، انه ليه بدك تشتغل ناشط وشو لك بهالقصص؟ يعني نحن دائما هول بنسمعهم للاسف بالشارع، فكيف انتم بتردوا على هالقصص وقد ايه بتواجهكم يوميا؟ تمام. هلا بس بدي احكي بالنقطة الاول انه هذا التوتر الكبير اللي عم نشوفه هو يعني غالبا كنا عم نحكي انه تضخيم اعلامي. نعم. يعني عم تكون حالات فرديه، هي مضايقات عم تكون حالات فرديه، ما انه مو كل المجتمع عم تضخم على الاعلام، عم تضخم على الاعلام، يعني عم توصل انه هي كل يعني بين المجتمع اللبناني والمجتمع السوري لطيف واصله للشيطان الرجيم. نعم. لا فهذا الشيء نحن يعني ما فيها صعوبه كثير، يعني مثلا على مستوى سعد نايل بتشوف انه سوري بيطلع بيسلم على اللبناني كيفك صباح الخير وكل هالحكي، يعني وصلنا في الحال نحن عزلنا المنطقه فوق وشفنا قد ايه هن عن جد متداخلين وقد ايش انه في اعداد حتى بين بعض والى اخره. تمام. يعني ما فيها الصعوبه الكبيره، ما فيها في توتر بس انه ضغط عادي يعني بصير. نعم. في اعداد كبيره. اذا واجهتكم هيك مشاكل شو بتعملوا انتم او شو ناويين تعملوا كرمالها؟ اهلا مستمرين انه بالعمل تبعنا مثل ما حكى انه ممكن المركز نعمل حملات توعيه. نعم. وهيك قصص. نعم. إذا قررتوا تعملوا حملات توعية مشتركة كيف بيتم التخطيط لها؟ كيف تقعدوا مع بعض؟ وين تجتمعوا؟ وهلا بشكل عام أنا يعني أنا شغلي أخذ شوي من وقتي، بس على طول بنلتقي بأي مكان عام بيساعدنا. نعم. بسيطة الشغلة كتير. نعم. نحن حط بعض يعني. نعم. وكل الناشطين السوريين واللبنانيين يعني عندهم إنه بيعرفوا بعض، بيلتقوا مع بعض على التواصل طبعا عن طريق رفقاتهم، بيعرفوا بعض بسمعوا طول عادي مع بعض. نعم. محمد شو الخطط المستقبلية لمركزكم؟ يعني نحن بنعرف انه انتم بتهتموا بموضوع بتعملوا نشاطات للسوريين للترفيه والى اخره، بتمكنوا المراه اجتماعيا وثقافيا وهيك، فشو الخطط؟ نحن كشباب من اجل المستقبل مختصين بالشباب. نعم. هي مبادره تابعة لمركز النساء. نعم. فنحن اختصاصنا بالشباب اكثر من المراه. نعم. تمام. فرح نحاول انه نستقطب الشباب اللبناني. تمام. نعم. يعمل نشاطات مشتركة مع الشباب السوري. نعم. فهذا أكيد رح يخف الاحتقان، رح يقارب بين الشباب كلهم. كيف معتقدين أنه أنتم تقدروا تستقطبوا الشباب اللبناني؟ يعني شو بكون تعزمولوا أنهم يقبلوا يعني؟ دعوات إعلامية. هلا في عنا مثلا عم نعمل ورشات نحن، تريننج تصوير وهيك شغلات، فالشباب يعني بظن كثير بينجذب لهيك شغلات. نعم. تمام. فعن طريق هاي الشغلات ممكن نطلع لأمور ثانية. نعم. تمام. مروان قد ايه يعني ممكن تلعبوا دور بانكم تدفعوا الشباب اللبناني بسعد نايل انه هو يتعامل مع ناشطين سوريين لتخفيف حده الازمه؟ هلا كمان مثل بنرجع بنعيد انه هو مبالغ فيه الموضوع، مش هالقد بده تعب يعني. نحن دورنا عم نلعبه. نعم. وفي شباب كثير عم يتعاونوا اكيد هلا بالمشاركه مع الشباب بأي مبادرة كانت، أكيد في كتار بينضموا أنا متأكد بدون تعب كبير يعني. نحن عم نلعب دورنا وما رح نتراجع عنه. يعني كيف ما أنتوا عندكم مركز بتعملوا فيه اجتماعات مطعم هيك؟ نعم. كيف ممكن تروجوا لهيدا؟ نحن فينا مثل ما عم بيحكي هلا في نشاطات بخصوص التصوير، بخصوص اهتمامات الشباب بشكل عام. نعم. تدريبية هاي بيجتمعوا فيها سوريين ولبنانيين، إن كان مركزنا بمركزهم ما في خلاف يعني على الموضوع هيدا. نعم. بيعمل تعاون واساسا برجع باكد انه الاحتقان مش لهالدرجه يعني. نعم. في مبالغ كثير بالموضوع. نعم. محمد عم تزوروا اللاجئين بالمخيمات حاليا هالفتره؟ لا لا، نحن عم ندعيهم يجوا على المركز، بس انه يعني ما بعتقد انه هي يعني مش مجديه اكثر انه انتم تروحوا لعندهم، لانه هن ما بيقدروا كلهم يجوا على مركز صغير. صح مجديه، بس هلا نحن المركز يعني ما صرنا زمان مبلشين، من فتره شهرين او ثلاث تقريبا. نعم. ما في كادر مركز الشباب. تمام. ما في كادر كبير. نعم. نشتغل هذا الشيء، فمع الايام ممكن اكيد يعني الخطه موضوعه. نعم. مروان حضرتكم انتم عم تزوروا ولا كنتوا تاركين المهمه بس على الناشطين السوريين؟ لا نحن يعني على طول، خاصه بفتره الشتاء هلا. نعم. بنبلش. نعم. شو معقول تقدموا للاجئين؟ نحن بنقدم امور التدفئه. نعم. مواد التدفئه، الحرامات، الثياب، هاي القضايا الأساسية اللي نشتغل فيها يعني. نعم. بشكل عام. هل في تنسيق بينكم وبين أي جهة دولية مثل الأمم المتحدة أو؟ مرات بيصير يعني تعاون بيننا وبين الـ NRC.
لانه اكيد بعدين موضوع معرفه الاعداد وين صاروا الجداد مضطرين يعني نتعاون مع اليو ان اتش سي ار غالبا عبر البلديه بلديه سعد نايل لانه هن كلهم بيجتمعوا اساسا بالبلديه. محمد هل لفت انتباه اي منظمه دوليه قالت انه انا هول الشباب عم بيعملوا عم بيقدموا خدمات كثير مهمه للاجئين فنحن بدنا ندعمهم؟ هلا في منظمه سوريات من اجل التنميه التابعة للخارجيه الفرنسيه هي هلا اللي عم تغطي المشروع. نعم. خبرنا اكثر يعني اذا عم بيجي ناس يزوروكم بسعد نايل عم بيصير في تنسيق بينهم وبينكم لانه انتم عم تشتغلوا على الارض انتم صرتوا تعرفوا طبيعه الناس اكثر وتعرفوا وين موجود لاجئين اكثر. تمام. هلا قصدك انه جهات ناس انه جهات نعم. دوليه؟ نعم جهات دوليه او حتى في منظمات لبنانيه كبيره بتعنى يعني بهيدي القضايا. هلا في منظمه اسمها ذا ستيشن تريننج عفوا ذا ستيشن تريننج كانت عندنا من الاسبوع الماضي وانه حطوا خطه انهم يعملوا تريننج لقدام. نعم. مروان شو بتحب تقول بالاخر؟ يعني اخر شيء في ازمه هلا نحن عايشينها مثل السوري يعني طبيعي نتعاون مع بعض لنمرق هاي الفتره باقل الخسائر الممكنه وحتى اذا بنستفيد منها في خبرات وفي مثل ما حكي محمد في بعض النقاط المختلفه بين الثقافتين نستفيد منها في اشياء ايجابيه هونيك في اشياء ايجابيه هون ضروري نشغل هذا الموضوع. نعم محمد شو بتقول انت اليوم كناشط سوري؟ كناشط سوري يمكن القصة اليوم عليك هي الأصعب لأنه القضية بتمسك أكثر من مروان. شو بتقول لك لزلم زملائك الناشطين؟ شو بتطلب من اللاجئين اللي أنت شايف إنه هن عندهم فعلاً قدرات يعني ممكن يوصفوها بمكان معين بخدمة قضية اللاجئين؟ تمام هلا بدي أرجع أحكي عن قصة الاحتقان إنه هو مبالغ فيه أوقات. تمام بالنسبة للقدرات نحن عم نحاول قد ما كان نرجع نوجهها نضع بمكانها الصحيح. نعم. وطبعا بالنسبة للناشطين السوريين اكيد رح يفيدهم التواصل مع ناشطين لبنانيين ورح يساعدهم. نعم. كثير كيف ممكن يتواصلوا معكم؟ كيف ممكن يجوا يقولوا لكم انه نحن بدنا نشتغل معكم؟ نحن فاتحين باب التطوع اكيد يعني بنرحب اي حدا بيجي بيشارك معنا. انتوا عادة بتروجوا لنشاطاتكم من خلال السوشيال ميديا يعني فيسبوك تويتر انستغرام؟ كيف ممكن الناس تعرفكم اكثر تيقدروا يشتغلوا ويتطوعوا؟ هلا نحن كتجمع الفيسبوك هو اكيد اخر شيء جو ريفي جو بلدي يعني هيدا له دور والفيسبوك كثير عرف ناس علينا من اهل المنطقه بالمهجر. الفيسبوك له دور اساسي يعني محمد. وتويتر كمان على الفيسبوك فيسبوك اكثر ايه عم تلاقوا نتيجه يعني العالم عم تجي في ناس اكيد قد ايه ممكن يجيكم باليوم او بالجمعه متطوعين يعني وتقولوا انه لا فعلا عم بيجيب نتيجه نحن شو عم نعمل على الارض؟ بالنسبه للمتطوعين تقريبا انه هلا قلت لك ما صار من زمان بس تقريبا صار جايين شي 10 متطوعين. نعم عن طريق الفيسبوك. نعم انا بدي اشكركم كثير على معلومات وان شاء الله تضلوا بهالهمه وان شاء الله يا رب تضلكم قادرين تعطوا صوره حلوه عن التعامل بين اللبنانيين والسوريين. مشاهدينا هذا كان كل شيء من بيروت. عوده لفادي ولرا.